اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن كواليس واخبار الاهلي في ابو ظبي بعد الفوز على مونتيري في الدور ثمن النهائي او دور ربع النهائي لكاس العالم للانديه والتاهل لمرحله الدور نصف النهائي مواجهه بالميراس. بتفوز على بطل الكونكاكاف، رايح تقابل بطل امريكا الجنوبيه، ده بطل افريقيا اللي قادر يعمل انجازات في كل المحافل الدوليه وبطولات الفيفا. طيب بالامس كانت في لقاءات مهمه جدا مع الجهاز الفني ومع اللعيبه ومع كل المسؤولين عن دور وبعثه الاهلي في هذه الرحله في كاس العالم للانديه في ابو ظبي، لكن في دور مهم جدا لا يقل اهميه سواء عن الناحيه الفنيه او الناحيه التدريبيه، وهو دور ناحيه العلاج الطبيعي والتاهيل وايضا التغذيه بالنسبه لفريق كره القدم في النادي الاهلي. في لقاء مهم جدا مع دكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه بالنادي ودكتور محمد وفاء استشاري العلاج الطبيعي للفريق. نروح نشوف في اللقاءات ابرز تصريحاته معاقب فوز الامس، ويمكن تكون في كواليس وتفاصيل خاصه كمان بمباراه الامس، لان زي ما قلت لكم الادوار مهمه جدا مش دور الجهاز الفني فقط. نروح نشوف في هذا التقرير ثم لنا عوده للحديث عن باقي اخبار البعثه بعد هذا اللقاء. مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بعد الوصول لمقر اقامه الفريق وبعد الفوز المستحق والكبير والهام جدا على مونتيري المكسيكي والتاهل لنصف نهائي كاس العالم للانديه لمواجهه فريق بالميرس، معايا في هذه اللحظات واحد من الجنود المهمه جدا جدا داخل فريق الكره بالنادي الاهلي، وده هو الدكتور عبد الرحمن سعيد خبير التغذيه، واللي في الحقيقه بيعمل مجهود عظيم جدا جدا بالنسبه مع الفريق. يا دكتور الف مبروك. الله يبارك فيك يا مين، عامل ايه اخبارك؟ طمنا عليك، ويعني عامل شغل كبير، وانا بقول لك طمنا عليك عشان بشوف بعيني التعب اللي انت بتعمله طول ايام المعسكر. بص يا امير، واحنا يعني كل التعب ده بيتنسي، انت النهارده فرحت معايا وقلت لي ايه اول ما خلصنا؟ قلت لي هنكسب. انت قايل لي ان احنا هنكسب من قبل الماتش يا جماعه، والله العظيم قابلته قلت له هنعمل ايه؟ قال لي هنكسب ما تقلقش ان شاء الله هنكسب. احنا جاي الثقه منين طيب، او احساسك ده؟ هو طبعا الحمد لله احنا الثقه بتاعتنا ولدت ان ربنا دايما بيكرمنا، كلنا بنشتغل، انت جيت وشفت بنفسك الجهاز الفني شغال، الاداريين شغالين، الدكاتره شغالين، انا في الجزء بتاع التغذيه، العمال معانا، اللعيبه نفسها وتركيزها في الماتش، وان هم عليهم المسؤوليه في الغيابات الكتير اللي احنا عايشينها، فعارف بيقول لك كل ما الدنيا تبقى ظروفها ضيقه علينا ربنا بيكرم وبينصرنا، واحنا الحمد لله مفيش اي حد فينا قصر، كلنا شغالين وكلنا تمام، وزي ما قلت لك ربنا كرمنا النهارده فرح كل جمهور الاهلي. طب بما انك تنبأت بالفوز هنعمل ايه مع بالميرس؟ احنا في الفاينل يا امير باذن الله. في الفاينل؟ في الفاينل يا امير، في الفاينل. رغم الظروف والصعوبات الكبيره، لكن انا ملاحظ ان البعثه كلها والفرقه تحديدا بالجهاز الفني والاداري والطبي عندهم ثقه كبيره قوي. علشان احنا اتعودنا مع ده في النادي الاهلي، احنا مفيش عندنا اتيتيود ان انت ممكن تبقى حتى لو انت مش بكامل نجومك او مش بكامل عتادك، بس انت كل البوليسي وكل الثقافه بتاعت اللعيبه عندك ايه؟ الفوز. احنا جهاز فني عايز يكسب، الجهاز الطبي عايز يكسب، الاداريين، الايفن انت شايف الاعلاميين، كل المنظومه نفسها ان الموضوع ينتهي بتتويج جديد، احنا خلاص حاجز اللي هو الثالث العالم ده بقينا شفناه مره ومرتين، عندنا بروميسنج، عندنا امال ان احنا نوصل فاينل، وليه مش اول كمان. معايا دكتور وفائي كمان، واحد من الناس اللي بتتعب جدا مع الفرقه في الحقيقه، من كل الناس اللي موجوده هنا يعني بيشتغلوا شغل بقلبهم وبحب كبير جدا جدا للنادي. يا دكتور مبروك، ومباراه كبيره النهارده ومجهود كبير جدا منكم كجهاز. والله يعني الحمد لله، يعني حاجة جميلة وفرحة كبيرة ان احنا نوصل لتاني مرة نلعب، يعني على ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المرة دي نحاول نجيب ميدالية احسن من الميدالية اللي جبناها المرة اللي فاتت. مفيش اي حاجة تساوي التعب طالما بنكسب، فالحمد لله يعني ان احنا بنتعب كلنا زي ما اللعيبة بتتعب، احنا بنتعب والجهاز الفني بيتعب وكل الناس كلها بتتعب، بس الحمد لله ربنا يوفق في الاخر، والحمد لله كان مكسب مهم يعني الحمد لله. في جملة مهمة جدا جدا قالها دكتور عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالنادي الأهلي. دكتور عبد الرحمن قال إحنا في الفاينل بإذن الله. على فكرة الروح دي لما تبقى موجودة داخل معسكر أو داخل تيم وورك، فريق عمل بيشتغل عشان هدف، بتديك كده إحساس إن شاء الله بالناس دي هتحقق هدفها. الإحساس ده والمشاعر دي أنا شفتها في المنتخب بعد ما تأهل من دور المجموعات، والروح دي أنا النهاردة شايفها في النادي الأهلي، و ممكن يكون الانتصار في الكاميرون ليه تأثير إيجابي على لعيبة النادي الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم أندية. يا رب بإذن الله تكون فرحة النهاردة كمان ليها دور وتأثير على الأهلي في كأس العالم الأندية بإذن الله أمام بالميراس يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي المونديال. طيب في تفاصيل أكتر وفي أخبار، ومحتاجين نعرف كل التفاصيل والكواليس بعد فوز الأمس والاستعداد لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية. لذلك أذهب مباشرة إلى زميلنا أمير هشام موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في أبو ظبي مع الفريق في معسكر
استعدادا لمواجهه دور نصف النهائي، وان شاء الله باذن الله الاهلي مكمل لغايه المباراه الاخيره يوم 12، لعل وعسى يا رب تكون المباراه النهائيه ويكون انجاز جديد للنادي الاهلي. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك ليك، الف مبروك لكل البعثه، انتصار رائع، الاهلي بمنحدر، بدايه موفقه، وان شاء الله باذن الله الايام القادمه هتحمل الخير يا رب باذن الله للاهلي ولكل افراد البعثه باذن الله. الله يبارك فيك يا محمد، مبروك عليك ومبروك على كل جماهير النادي الاهلي، انتصار مهم وعقبه كانت غايه في الصعوبه وصعوبتها في الظروف اللي كانت ما قبل هذه المباراه، واللي كان يعني الكل متخوف جدا من الاهلي، ناقص العدد، ناقص اكتر من 12 13 لعيب، فبالتالي الامور كانت صعبه، لكن ازاي تقدر تهيئ نفسك نفسيا وذهنيا في التعامل مع هذه الامور، ومن ثم تقدر تتخطى كمان هذه الصعاب، في رايي وفي راي ناس كتير جدا، واعتقد انت كمان هتتفق معايا يا محمد، ان ده يعتبر اعجاز بالنسبه للنادي الاهلي، مش كنادي باسم كبير، لا مفيش حاجه بعيده عن الاهلي، مفيش حاجه بعيده عن ربنا طبعا قبل كل شيء، لكن احنا متعودين على الاهلي على حاجات زي دي، مفاجات زي دي، وصعاب زي دي بيقدر يتخطاها، لكن مش اي نادي يقدر يعمل كده في الحقيقه، هي عقليه الاهلي وثقافته، فبالتالي كان انتصار مهم وفرحه كانت مهمه امبارح. بس يا محمد خليني اكد على الجزئيه دي، لان النهارده وده يعني واقع انا بقوله لك، مش مجرد شعارات او كلام بيتقال وخلاص، لا فعلا امبارح فرحنا كلنا جدا جدا، ولغايه العشاء ما خلص وكلام من ده وكله طلع الاوضه فرحانين. النهارده الصبح ما حدش اتكلم على الماتش بتاع مونتيري، كله بيتكلم على ماتش بالميرس، هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعدي بالميرس ازاي؟ الناس دي كسبناها السنه اللي فاتت، اكيد هيبقوا مركزين بشكل كبير جدا ان هم يحاولوا يكسبونا، احنا عندنا هدف، عندنا طموح، عايزين نروح لاول مره في تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم ان هو يوصل باذن الله واحد احد المباراه النهائيه، كله بيفكر كده، كله دلوقتي بيجهز ومركز تركيز كبير قوي قوي قوي، بدايه من المران اللي كان النهارده في تمام الساعه 12 الظهر يا محمد بتوقيت ابو ظبي، واللي كان في بدايته كان في قرايه فاتحه على روح الطفل ريان في الحقيقه، في لفته اكثر من رائعه وطبيعيه جدا جدا من النادي الاهلي والفرقه والجهاز الفني والبعثه بالكامل في الحقيقه، ومران استشفائي، مران في بعض الجمل التكتيكيه للمجموعه اللي ما شاركتش، لكن المجموعه اللي شاركت اكيد كان ليها مران استشفائي، الكل مركز جدا، لان خلاص الماتش كمان بعد بكره، يعني ما فيش وقت كبير ان انت تقدر يكون عندك نوع من انواع الاسترخاء او الراحه المبالغ فيها، يعني الكل جاهز والكل باذن الله يقدر يؤدي مباراه كبيره بقى، سواء الفرقه اللي لعبت امبارح او العناصر اللي باذن الله هتعود النهارده، ودي تفصيله مهمه جدا عايز اكد عليها معاك. النهارده باذن الله بعد منتخبنا الوطني ما يفوز يا رب باذن الله على السنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه مباشره وعن طريق طائره خاصه، وبعد مجهودات كبيره قوي 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 من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي رئيس بعثه الفريق هنا في ابو ظبي وامين صندوق النادي، مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، كلها كانت اتصالات كونفرنس الصبح بشكل مكثف جدا ما بينهم علشان يتم توفير طائره خاصه، الطائره الخاصه دي هتاخد اللعيبه من الكاميرون مباشره باذن الله يكونوا متوجين باللقب الافريقي، يجوا يوصلوا على ابو ظبي عشان ينضموا لبعثه الفريق باذن الله عشان يندمجوا مع المجموعه، ويبقى بقى ايه موضوع ان هم يشاركوا او ما يشاركوش ده متروك لمستر بيتسو موسيماني، لان خلاص الثقه موجوده كده كده حتى قبل الماتش اللي فات في المجموعه اللي موجوده، هم فعلا رجاله وقدروا ان هم يكونوا في الموعد ويفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. بعد المران طبعا اللعيبه جت، كان عندهم موعد الغداء، بعض من اللعيبه نزل الجيم، عمل بعض التدريبات، الامور كلها جيده، وتم التجهيز الذهني والنفسي مباشره من اليوم يا محمد لمباراه بالميرس باذن الله تعالى. يعني طيب انت قلت جمله مهمه جدا، حسب بقى اختيار بيتسو موسيماني والاعتماد على الدوليين في المباراه القادمه، هو الراجل محضر نفسه، يمكن حتى لما اتكلمت معاك في المره اللي فاتت وقلت لك اكيد هيبقى في اختيار من لاعبي المنتخب قبل ما يسجل القائمه النهائيه، هو الراجل عارف محضر ازاي للبطوله، فان شاء الله باذن الله هيكون عنده خطه واضحه جدا ومحدده في مباراه بالميراس يا امير باذن الله. لكن في رساله عايزك توصلها بس لموسيماني، ان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليها من امبارح، كان لينا حاجه عند الترجي والراجل قدر يجيبها، كان لينا عند حاجه عند الرجاء وجابها، كان سان داونز، كان الزمالك، فهي الناس فاكره بتقول له ان احنا بالميراس احنا كسبناه فما عندناش حاجه، لا قول له لسه عندنا حاجه عند بطل امريكا الجنوبيه بشكل عام عشان يبقى تحدي للوصول للمباراه النهائيه يا امير ان شاء الله.
طبعا يا محمد، طبعا اكيد الرساله واصله له، الراجل مهتم جدا بتفاعل الجماهير معاه، الجمهور يعني ثقه كبيره جدا في موسيماني. انا بس مش متخوف من حاجه، اي حاجه احنا اتعودنا عليها يا محمد، انا وانت وكل الاعلاميين في قناه الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي خلاص بقى متعود عليها، ان ممكن حتى لو لا قدر الله خسرنا مباراه بالميراس ممكن تلاقي اصوات بتقول لك لازم موسيماني يمشي، او حتى قبل مباراه بالميراس بعد ما فزنا على مونتيري يقول لك لا اصل هو ما لعبش حلو، اصل كان المفروض يلعب فلان ويشيل علان وكلام من ده ويمشي ويروح، ده خلاص اتعودنا عليه. الراجل مدير فني كبير، عارف أكيد بيعمل ايه كويس جدا، بيذاكر يا محمد بطريقه مكثفه بشكل ممتاز. نتمنى له يا رب كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله مسيره تكمل للمباراه النهائيه اقل تقدير باذن الله ميداليه فضيه. يا محمد ما تقلقش، وطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلالك ان مستر بيتس موسيماني مركز بشكل كبير ان شاء الله في مباراه بالميراس باذن الله. اكيد اكيد ان شاء الله. امير هشام موفد قناه الاهلي من ابو ظبي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب لافراد البعثه في المحطات القادمه. المشوار القادم بجد هيبدا من مباراه بالميراس، برغم طبعا الصعوبه اللي كانت واجهها الاهلي في مباراه مونتري المكسيكي. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل.